بارز هي 32 نقطة مختلفة على الرأس، وكل أحاسيس مشاعر وكل الأفكار اللي عندكم لكل حيوات اللي كان مخفية وعالقة جواكم هي رح تتنظف وبتروح وبتطلع، وبهيك صدفة بتصيروا مختلفين وانتم تتغيروا شكليا جسديا بطريقة معنوية ومش عارفين شو راح تكونوا. حتى بتسووا هذا انتم مش عارفين شو تغير، بس راح تتغيروا. انا شفت ناس سوت هاي 32 نقطة بيصحوا من الطاولة وبيقوموا من الطاولة مختلفين تماما، وما ابدا ما راح يرجعوا للفضاء اللي هم كانوا عليه. وهذا من بين الامور الجميلة اللي ممكن تشوفوها وممكن تعترفوا بها، وهذا الشيء هي هدية رائعة في العالم، وأنه يكون لديكم هي الفكرة كذلك. ومن بين الأمور اللي بإمكانكم تدركوها هي أنكم راح تبلشوا تدركوا كل شيء اللي حواليكم، وإلي هي الهدية حقا. وماذا بعد؟ لو كل الناس كانوا بإمكانهم أن يكونوا حاضرين مع حالهم لكان العالم المثالي، وهذا اللي أريد أن أخلقه. أهلا بكم جميعا للGlobal Bars Day العاشر. أنا أميلي ريفلز روسل، وأنا راح أحكي معكم وراح أكون أنا الهوست معكم، حتى أنكم راح نحكي عن فيديوهاتي المفضلة اللي هي ما وراء الكلام. حنا قصينا جزء منها، عندنا كثير فيديوهات، وعندنا globalbirthday.com، وعندنا صفحة اسمها تواصل، وهون رح يكون بإمكانكم أنكم يكون لديكم كل المعلومات، وكذلك رح ترسلوا إلى القناة اليوتيوب اللي هي ما وراء الكلام، فيها كثير فيديوهات وكثير معلومات عن Access Bars، وكذلك فيديوهات أخرى لأكسس كونشسنس في هاي السنة، السنة العاشرة للGlobal Bars Day. فهو رح يجي في نهاية الأسبوع تام، ورح يكون طوله مع التغيير، ففي أكتوبر 23 ممكن رح تطلعوا هذا على المباشر، أو تطلعوا هذا تطلعوا في هذا في المستقبل. وهو عبارة عن خلق عدة إيفنتات مع بعضهم، عدة قصص مع أكسس بارز والقصص وماذا كان هذا. وفي أكتوبر 22 اليوم اللي قبل دكتور دين هير، المؤسس الثاني اللي الكلاس، فهي الفرصة الوحيدة حتى تخلقوا اللي راح تحضروا فيها بارز أونلاين، وإن أنتوا اللي حابين تصيروا ميسرين وتعلموا الGlobal Bars Day. فدكتور دين هو كذلك في المساء راح يكون بيسر كذلك مقدمة، وهو هي اسمها كل شيء ممكن. فكل طاقة هذا الأسبوع والGlobal Bars Day هي كل شيء ممكن، فخذ نقطتك وشوف كيف بإمكانك أنك تلعب بهذا وكيف ما هو الشيء اللي بيلهمك هون. فشكرا لحضوركم معنا اليوم، وأنكم تكونوا
حاضرين مع هاي التقنية اللي اللمس الخفيف. ممكن أنتو كنتوا حول هذا واستقبلتوا جلسات بارز عدة مرات، وأنا أتساءل ماذا خلق هذا كذلك، واستقبلوا هذه الأجزاء للناس عبر العالم. Access Bars هي تقنية بإمكانكم تهدوها أو تستقبلوها، اللي راح تسمح لكم أنكم تغيروا كل الأمور اللي بتحدث في عالمكم وفي فضائكم في رأسكم اللي مش عارفين كيف بتغيروا. لما أنا أحكي على Access فأنا أسميها وكأنه أجدد، أفضي الكمبيوتر. شايفين لما الكمبيوتر محتاج أنه يتخلى عن كل الأمور اللي مليانة فيه هو لي، فكل الأفكار اللي عندكم في رأسكم والناس بيسترخوا ويستقبلوا مو بيروحوا على الكمبيوتر وكأنهم بيفضوا مخهم. فهذا مخ القرد بيطلع، وإذا كان التأمل ما بيشتغل معك، إذا كان عندكم depression أو anxiety أو أي شيء بيحدث معاكم، فبإمكانكم أنكم تستعملوا هذا، وهذا يسمح لكم أنكم تغيروا حتى بدون ما بتعرفوا من وين إجا المشكلة ومن وين إجا إلى آخره، فهو يتغير كأنه هيك بكل سحر. فهذا اللي أنا بشرح به. أنا شعرت كأنه هاي الطريقة الأسهل، لأنه مش لازم أنكم يلبسوا ملابس غريبة ويسووا أي شيء غريب، بس تجلسوا وتناموا على السرير وتسترخوا وتستقبلوا. كثير ناس مش عارفين ما هذا، وهذا اللي بشوفه في الجميع، انه هذا اللي اتمنى انه يكون، انه الناس تعرف شو معناها اكسس بارز، وانه يكون هذا الطريق للامام حتى نخلق التغيير، حتى يما كان على مستوى شيء اكبر، يما كان على مستوى عائله او اي مشكل بيوقع. فالناس لازم تدرك أنه هذا متاح إلها ويسمح للتغيير. فهذا الشيء اللي أنا أطلبه يومياً. أول مرة حصلت فيها على البارز كان لسبب أبوي، فهو وجد أكسس وكان حابب يتعلم البارز، وما كان في حدا في الهند بيسوي، فهو سأل حدا من ماليزيا بيجي، وأنا كنت فضولية ما كان عندي أي فكرة أي معلومة، وأنا رحت على الطاولة وأنا بقول له شو راح تسوي، ويقول لي خلاص غلقي تمك واسترخي. فسوالي الجلسة، فكان إحساس بالتوسع، إحساس بالفضاء، وكل شيء بلش يفتح وأجمل شيء، وأنا ما كنت عارفة أي شيء عن البارز. أنا كنت ألعب بالأدوات بس ما كنت عارفة أي شيء، وفي نفس الوقت هاي البارز خلقت اتساع وشيء رهيب.
القصة اللي أبدا ما راح أنساها. أول كلاس، أول جلسة بارز كانت أول بارز كلاس عملتها. المسهلة بتقول لي أنه أوكي، فأنت ممكن تستشعري شيء غير مريح جدا. وأول بارز كان عندي ألم، كانت مؤلمة. والشغلة اللي بعد هذا هو أنه أنا كنت عارفة أنه كان هذا الشيء اللي أنا كنت حابته، حتى ولو كنت أشعر بالألم أنا كنت عارفة أنه كنت حابة أصير ميسرة للبارز. اليوم اللي بعده أنا كنت عندي هذا الإحساس بالألم بالرأس، وكذلك هيك أنه قلبي مش مرتاح. واليوم الثالث أنا فتحت عيوني، وفي هاي اللحظة إجاني هذا الإحساس بالراحة وبالسلام. فأنا شعرت أنه كان عندي فضاء في رأسي، وبقول واو ما هذا. وأنا قلت أنا ما شعرت بهذا لمدة طويلة جدا، وأنا لم أشعر بهذا من قبل. الجلسة الأولى للبارز اللي أبدا ما نسيتها، اللي هي أول جلسة بارز اللي استقبلتها، وهي كانت من 4 سنوات، وكانت أختي هي اللي عملت البارز، فشغلت البارز 3 ساعات. وكيف كان الموضوع إلي بعد هذا؟ ما كان عندي هذا من قبل، وما كان عندي أي فكرة في راسي، وأنا كنت مسترخية، وكنت في صمت، وكنت طول حياتي أطلب هذا، وكنت أبقى وبقول أوكي مهما هذا فأنا بدي هذا. أول مرة حصلت على البارز كنت في كلاس، وقلت أوكي أنا حابة يكون لدي بارز، بس أنا طلبت جلسة، وكانت حقا لذيذة. شعرت رأسي اللي عادة بلف 20,000 دقيقة في الساعة، كيلومتر في الساعة، فشعرت أنه بالراحة. بعدين سويت هذا يوميا، كنت أسوي لها البارز لأختي، وهي كمان كذلك بتسوي لي. وبعدين كل واحد فينا من العائلة صار عنده أكثر يسر وأكثر فضاء وأكثر استرخاء، وكان هذا رائع جدا. وأنا حبيت لما كانت بارز، كنت بحب بعد ذلك أنه أشغل بارز للناس وأعطي لهم جلسات. هل أنتوا استقبلتوا جلسة بارز ده ووجدتوا فرق، أو أنتوا بتشعروا بالملل، أم تشعروا كذلك بالحزن أو شيء؟ فأنتوا استقبلوا جلسة بارز، ممكن هذا رح يغير شوي أو الكثير. أهلا بكم مرة أخرى. زي ما شفتوا، كل واحد فيهم أول مرة ما كانت صح أم خطأ، أم ما كانت الطريقة الصح أنك تستقبل فيها أو تعطي بيها، وكل جلسة مختلفة. الطريقة اللي لازم تشعروا فيها أم تستقبلوها إلى آخره، فهذا غير معرف ومختلف كل مرة. فإحنا بنعمل مجهولنا في Access Bars Day حتى
فرجيكم الإمكانيات المتاحة لكم. ومن بين الأمور الحلوة كثيرا اللي حبها فهي في أول بارز كلاس، فالناس كانت تحكي، جاري دوغنس كان بيحكي على خلق روابط مميزة وخلق كذلك الإلهام وخلق روابط، فأنا كنت أسوي هذا بعد كل جلسة، وكم أدركت كم أنا كنت مستمتعة حتى في الأمور الأبسط، اللي هي أنه لديك طريقة خاصة، فأنتوا رح تنصتوا تسمعوا كذلك من دكتور دين هير، من سيمون ميلسس اللي هي الميسرة كذلك ومسيرة لأكسس كونشسنس العالمية، وراح تسمعوا كذلك من الكثير من الناس. استمتعوا. شو اللي بيحدث لما بتسووا البارز؟ هي لما بتفهموا ما هو الشيء اللي بيخص البارز، كل الأمور اللي بتمنعكم أنكم تسيروا للأمام واللي فهي بتتلاشى. فلما بتشوفوا مثلا نقطة الجراتيتيود ونقطة المال، نقطة فالناس اللي بتنسى الطيبة والامتنان والصمت والاسترخاء، فلما انتوا بتسووا تشغلوا هاي البارز، فهذا بيشيل العناصر اللي في فضائكم، فبتسمحوا لحالكم انه تكونوا في حالة طيبة لكم وللآخرين، وبتسمحوا لحالكم أن تكونوا في فضاء استقبال وفضاء امتنان لكم للآخرين، وتسمحوا للهدية أن تظهر في عالمكم. والشيء اللي بيحدث في هذا وهي وجهات النظر، ووجهات النظر اللي بتظهر واللي بتكون هي الفضاء اللي مهما كان يسر في هذا، وكان كذلك مساحة حتى يكون لديكم الصمت والهدوء. شو بيعني money bar؟ شو بيسوي كل وجهات نظركم لاستقبال المال؟ لأنه ما في شيء هيك اسمه مشكل في المال، في شغلة اسمها عدم الاستقبال. كل وجهات النظر اللي لديكم اللي تخليكم تمنعكم أن تكونوا في حالة استقبال تام، وبتشوفوا بنظن أنه إحنا هذا المال، وهو في الأساس العكس، أنه بتستمتعوا في المال. بين الأمور اللي بتحبوها كثير فهي أينما كذلك رفضتم الوفرة ورفضتم أن تكونوا في حالة وفرة، فكل هذا كذلك يتلاشى. ما هي حزام الرسوخ؟ الرسوخ هو أن نتخلى عن كل نقاط وجهات نظر اللي أنتوا عالقين فيها واللي أنتوا شغالين بها. هذا الشيء المرسوخ هو أينما خلقتم واقع ليس لكم بالأساس، فهل هذه حقيقتكم أم حقيقة أخرى؟ فتكون لديكم نيتكم الطاقية اللي هي كم، ما هو الشيء اللي بتدافعوا عنه وبتجنبوه كذلك. فلما بتشغلوا هزام الرسوخ فكل الأمور اللي هي مش حقيقية إلكم تبلش تتشال من عالمكم، فكذلك هزام الرسوخ بياخدكم على أنكم تتخلصوا عن كل الأمور اللي هي مش حقيقية إلكم، ويظهر هذا وبنشعر فيه بطريقة جميلة جدا. ومعظم الناس والآن سوي أونلاين كلاس، وفي بعض الأحيان ما في ناس معاكم، فأنكم بإمكانكم ترفعوا يديكم وتحطوا يدكم على الإمبلانت باند واسترخوا واستقبلوا. وممكن أكيد هذا مش زي لما حدا بيلمسكم، بس في نفس الوقت هذا بيحسسكم باسترخاء رهيب، فلما بتسترخوا أنتوا بتستقبلوا أكثر. قيل لنا أنه لازم نضغط على حالنا ولازم
نفرض على حنا هاي الأمور، بس إنها طريقة كيف إحنا في العالم، وهي لما نسمح لحالنا أنه نستقبل وهيك تظهر المعجزات. كيف بإمكاني أني أحكي عن النقاط والنقاط المميزة، لأنه كلهم هي الامتنان وكذلك الصمت إلى آخره، وهذا كذلك بإمكاننا نستعمل هذا. بس في شغلة اللي أنا بحبها كثير، اللي هي أنه الفضاء وكذلك مسارات الفضاء والاتساع، وهذا يخلق شيء مميز. أنا بحبهم كلهم. وكذلك في كثير حالات قول أوكي ليش هاي، بأنه معظم الأحيان إحنا بنشتغل من هاي الفضاءات، على عكس أنه نسمح لحالنا أن نكون مدركين بهاي الخيارات الحقيقية. فشغلوا البارز. It allows me to relax and gift and receive and create a different possibility without having. اللي يسمح لك أنك تهدي الأكسس بارز، وهو بيخليني أنه أستقبل وأسترخي بدون ما وأفتح فضاءات إمكانيات بدون ما بشوي أي شيء. فأنا أسمح للطاقة أنه تشتغل، وأسمح للبروسس أنه يظهر يبقى شغال، وأستقبل التغيير. البارز هي من بين الأمور الأجمل لفتح إمكانيات استقبالكم. فمن بين الهدف من البارز هو أنه بنعلم الناس كيف يستقبلوا، لأنه ما في حدا قيل لنا كيف نستقبل، ولما كنا صغار ولما كنا أطفال كانوا بيفرضوا علينا أمور ما بنحبها بالضرورة. فلما بتفتحوا الباب على استقبال حقيقي، فلما أنتوا حدا بيستقبل فأنتوا ربحتم، والناس اللي معاكم يربحوا كذلك. فأنتوا لما بتستقبلوا وتسمحوا للناس الآخرين أنهم يستقبلوا، فهذا مجرد خياركم. ولما بتسترخوا كذلك، ولما ما بتسووا أي شيء، على عكس أن تكونوا حاضرين وتستقبلوا هاي الهدية. بين الأمور اللي بنخليها اللي بتسويها البارز هي أنه بتغير وجهة نظركم الثابتة. فلما بتطلعوا في شيء جديد اللي أنتوا حابينه في حياتكم، الشغلة اللي بتخلق واقعكم، وفي بعض الحالات أي وجهة نظر اللي هي مش عارفين أنه ليست لديكم، و 99.99% من وجهات نظركم هي مش وجهات نظر واعية، ومش لازم تحصلوا على الإدراك اللي هو عليه، بس أنتوا تخلقوا فضاء في رأسكم تسمحوا لحالكم أن تكونوا أنتوا. وهذا ممكن مع البارز كذلك. لما الناس بلشوا يسووا البارز، إما رجعوا سووه ما سووه، فهم يرجعوا يشتغلوا لحالهم. وبمجرد الشخص بيبلش يتخلص من بعض الأمور، فممكن ياخذ له 50,000 سنة بس رح يتغير. والآن أنتوا عارفين أكثر شيء عن أكسس بارز، وتعرفوا أكثر عن الطاقة، فبإمكانكم توجدوا أكثر عن أكسس بارز
في الكثير، فإن حابين نعزمكم على أنكم تتواصلوا معنا في السوشيال ميديا إذا بتحبوا السوشيال ميديا وإنستغرام والفيسبوك، وكذلك لديكم تيليجرام جديد اللي يفتح لكم أمور مع الأكسس بارز وأكسس كونشسنس، وفي كذلك كلاسات عبر العالم اللي هي ومرة في السنة في وغلوبال بارز كلاس أونلاين، وفي آلاف المسهلين عبر العالم. فإذا أنتوا حابين تعرفوا هاي الكلاس فدوروا على ميسر وجربوا جلسة، وكذلك في إهداء واستقبال إلكم، وهيك كذلك في كثير ميسرين وفي وين بإمكانكم أنكم تستقبلوا جلسة وكذلك تهدوا جلسة، ففي كثير متاح لكم، فبإمكانكم توجدوا طرق مختلفة للتواصل وبتشوفوا الأمور في globalbars.com مع الناس اللي بيطلعوا مع هذا في صفحة كاملة للتواصل. إضافة للسوشيال ميديا فبإمكانكم تعرفوا الأكثر عن Access Bars في accessconsciousness.com مع Access Bars، واستمتعوا بهذا وأنا بشوفكم قريبا. هلا تعال صديقي، تعال هون، هلا. أهلا أصدقائي، معكم دكتور دين هير ومع إيدز، فهو في هو بيسوي لي بارز وهو على نقطة المال. أنا بسوي هذا لمدة طويلة، فأنا بسهل Global Bars Day فرح يجي في شهر أكتوبر، وأنا متحمس زيادة، ولأنه هاي التقنية حقا حرت حياتي. وإذا ما كان عندكم كلب يخليه يشغل لكم نقطة المرح ونقطة الحزن، فأنا حابب أعلمكم هاي التقنية، حابب أهدي لكم هاي التقنية حتى بتعرفوا تتعلموا على هاي التقنية، وهذا كذلك بيساعد الناس على التخلص من الإحباط والمشاكل، وكذلك حتى بتعرفوا إذا مش قادرين تلمسوا، وكذلك لحس الوجه مش بالضروري أنكم تلحسوا وجه الشخص اللي بتعطوا له الجلسة إذا ما كنتوا كلب، فبإمكانكم أنكم تيجوا وتشوفوا شيء جميل جدا اللي هو تقنية رائعة سهلة جدا أنكم تسووها وتستقبلوها وتتعاملوا معها. فأنا سعيد جدا أني أشاركها معكم أنا وإيس. شوفكم قريبا، باي باي. كيف أعرف أكسس بارز؟ أول شيء أنا بشعر أنه شيء سهل جدا، أنا ما استعبت بسرعة، وأنا كنت حقا انسحبت إلى البروسيس والأسئلة إلى آخره، بس البارز كان صعب علي أنه أبقى على مساج تيبل وأنه أستقبل، لأنه الكثير بنحكي عنه عن البارز هو استقبال، فهو أوكي أوكي خلينا نروح للأمام، عملي لي بوكن بوت إلى آخره. فهذا أخذ لي فترة طويلة حتى نستقبل البارز، ولما بدأت البارز ما كان في أي مانيول، ما كان في ملزمة ولا شيء. يوم من الأيام بقيت هيك خلاص بإمكانك تسوي البارز. وأنا ممتنة ما وراء لهذا البارز كذلك. فاللي بتسووه الإمبلانت باند وكذلك المرح والحزن وكذلك المال،
فلما بتلمسوهم فهذا يبدأ بالتخلي عن كل الأمور اللي بتظهر معاكم. فالناس اللي بتسوي لكم بارز كذلك هي بتستقبل في إهدائها. هلا فأنتوا رح تحبوا كثير. فلما بتسووا جلسات بارز لحدا وأنتم ممكن أنكم تسووا المال والسيطرة والإدراك، فكأنه هم يستقبلوا زر أنك ألغي ألغي وأمحي. فأنا أتأكد أنه ما كان عندكم أي مشاكل في السيطرة والإدراك. فكثير أمور لما بتحدث معاكم أمور زي هيك، فلما بتلغوا هذا النقطة، فأنا بحب لما جاري بيقول أنه الشغلة الرائعة اللي بإمكانكم أنكم تسووها لما أنتم بتسووا بارز هي أنكم تعطوا بارز لحد ثاني. فلما تقولوا لحالكم أنكم تقولوا أوكي أنا أطلب من الناس أنهم بيسووا لي بارز، وإذا حدا بيخرب عليكم فسووا له بارز من عائلة، أولادكم، حبيبكم، زوجكم، زوجتكم، فهذا أطلبوا أنكم تسووا لهم بارز لأنه هذا يخلق لكم أكثر منكم أنتم، لأنه أنتم مش أحكام، مش أكاذيب، مش حواجز، مش استنتاجات. فإحنا بسموه أنتم مش كائنات محدودة، أنتم كائنات مطلقة. فأنتم كائنات مطلقة، وإذا كنتم كائنات مطلقة فلديكم هذا الإحساس أنه لديكم القدرة على اكتشاف كل هاي الإمكانيات. وإذا كانت لديكم بارز فهي هدية حقا، لأنه في نفس الوقت هي بتتخلى عن كل هاي الأمور اللي أنتوا جالسين عليها. وإذا كنت حاسة بالغضب أو بالقهر أو أي شيء فسووا جلسة بارز، هذا أحسن من كل شيء. أكسس بارز غيرت حقا حياتي، وأنا مش عارفة من وين أبدأ علاقتي مع المال، علاقتي مع جسدي، علاقتي مع الطبيعة، كل شيء صار أحسن. إنكم تستقبلوا جلسة بارز هي من أجمل الأمور اللي بحب أن أسويها، وهذا يخلق فضاء سماحة بينكم وبين الشخص اللي بيستقبل كذلك. وأنتوا الهدية، وأنتوا كذلك لديكم كذلك الأمور اللي بتسعد معاكم اللي في نفس الوقت، فأنتوا في نفس الوقت تتخلوا عنها مع بعضكم البعض. فلما بتقولوا لحالكم أوه هذا الشخص ممل جدا، بمجرد أنكم تسووا بارز فهم ترجعوا بتقولوا واو هذا الشخص رائع. هذا حقا رائع. ومن بين الأمور اللي طلعت فيها بقول أوكي أوه واو هاي فرصة أني أهدي حدا، أهدي له هذا. فلما بتسووا البارز وتسمحوا للتغيير اللي هم اللي بيسمحوا له أن يكون كذلك، بسمحوا لحالكم أنكم تستقبلوا التغيير. ولما حدا بيوقف من الطاولة يقول أوه فأنا دائما بأخذ صورة قبل وبعدين وبقول مين أنا، وهذا فضاء يسر واسترخاء، وأنا بشوف حقا فضاءهم أنه يجي وأنه وهذا حقا مساهمة. حتى ولو أشعر أنه في أمور غريبة بشعر براسي هيك ببلش يلخبط، فبقول لحالي ماذا أفعل؟ خليني أسوي البارز لأنه أدرك كم هذا مساهم إلي. فلما أنا أشغل بارز حد ثاني فهم يتحرروا، أنا كذلك أتحرر معهم. وزي ما أنا أستقبل أو أدرك لما أكون هاي المساهمة ما في شيء ممكن في هذا الدور. فلما حدا هاي تجربة رائعة بإمكانك تكون عليها بغض النظر عن الجلسة.
أنا إحنا أسوأ أشخاص عملوا بارز. أنا عملت بارز مع سحب طاقي. بقول أوكي لو سحبت أكثر فرح تسحبني برا جسدي، فأنا بقول كيف تشعر؟ كيف تشعر؟ أوكي خلاص. أنا ما كنت عارف كنت أسوي، أنا كنت أظن أنه كنت سيء في هذا، والآن إجتني سيدة بتقول لي أنا لازم أحكي لك شغلة. ماذا؟ بعد أول جلسة بارز بدأت أشعر بعدم وجود ألم في رجولي لأول مرة بعد 30 سنة. وهل هذا حلو؟ أيوة حلو. أنا كنت أوقف وكنت أخاف أنه أسقط من الألم، وبس كنت خايفة أنه الألم يرجع، فعشان هيك ما حكيت لك. فالناس رح يعطوك الفيدباك بعد 10 سنوات، فإذا ما أعطيته فيدباك عادي. أنا عارف أنه الموضوع شغال، بس كونوا مدركين بهذا. وما في حدا كان أسوأ مني، لا أنت كنت أكثر مني من البداية، بس أنت مش ما كنت عارف هاي الشغلة الأخرى كذلك. أنت عندك فكرة واحدة وأن الشيء اللي أنت مدرك به واللي قادر عليه، بس أنا ممكن أقول لك بس أنت مش صح. إذا بتظن أنك أنت ما بتسوي الشيء صح، فأنت بتسوي أجمل بكثير مما تتوقع. وكيف بإمكاني أسوي هذا وأشعر بهذا؟ وكذلك ما كان عندي الإدراك اللي كان ممكن، وهو شيء عادي جدا لما بتظنوا أنكم ما استوعبتوا الفكرة وأنكم ما تسووا الموضوع صح. بس هي قصة الأحكام الحقيقية. إحنا كلنا كبرنا بهذا الإحساس أنه إحنا مش واثقين من حالنا، وأنه إحنا مش حابين وأنه إحنا رائعين حتى يكون لدينا المشاكل. حقا، فلا تخلوا أي شيء بيتواصل معكم، أي شيء اللي أنا أقترح لكم إياه، سووا على الأقل 10 جلسات أو 20 جلسة قبل ما بتحكوا. أنا أظن أنه 10 جلسات بارز هتكون صعبة عليكم. بعد هذا رح تفتحوا فضاء استقبال لم يكن متاح من قبل، ومعظم الناس مش عارفين أنهم في هذا الفضاء. أنه أسوي وأنه أستقبل أكسس بارز كانت حالة غريبة، وأنه المرة الأخيرة لما قبل ما أسوي البارز فأنا كنت ملانة من حياتي، وكنت أسأل أوكي أريني شيء مختلف، وأنا بقول لازم يصير هاي البنت أوبر. أوكي أوكي خلقت البنت، وهاي تواصلوا معي مع البنت كذلك كان عندها عدم قدرات. قل لا هذا كتير صعب، أنا مش قادرة أسوي هذا. فهم عملوا لي سكايب معهم، مجرد أنه شفتهم وشفت العائلة كلها قل لازم أروح.
أنا عارفة أنه لازم روح، بس حتى ولو أنه ما كنت عارفة ليش فأنا رحت. وأنا ما عملت بالمرة حالي أنه رح أحكي البارز أو أي شيء. وأب هاد العائلة فكان دائما يسأل فغان، بلشنا نحكي عن الوعي وعن أمور، بلش يسألي دائما، فأنا بلشت أعلمه كيف يسوي البارز، هم يعملوا بارز لبعضهم البعض، وفي النهاية هو صار بارز فاسيليتيتر وصار كذلك مسهل لأكسس كونشسنس وعائلة، وتغيير هاي حياة هاي العائلة تغيرت جذريا. فإلى وين بإمكانكم أنكم تأخذوا هدية البارز، وما بإمكان أن تكون هاي الهدية ومو بس إلكم وللآخرين وبالطريقة الغير المتوقعة بالمرة. ففي أكثر من 10,000 بارز مسهل عبر العالم، فهذا خلق تسونامي للإمكانيات. وميسرين البارز بيدرسوا البارز، هي أول تقنية بنستعملها على الرأس، وأي حدا في العالم ممكن بيسوي البارز كلاس، وهذا طريقة رائعة لأنكم تجيبوا بتطلعوا الأحكام. وهي وشايفين في هاد اللحظات اللي مش عارفين شو رح تسووا وتكونوا في مود هيك مش مساهم، ولما بتسووا البارز فهذا حقا روعة. مبين الأسباب اللي خلوني أنه أخلق ميسرين البارز، فأنا قلت أوه مش قادر أوصل لهم كلهم، فلما خلقت ميسرين ممكن أنهم بيسحبوهم وبيسووا ذلك، فهذا رح يكون أكثر أكبر. وهذا في ناس تغيرت حياتهم جذريا، وأنا أدركت أن البارز هي هدية رائعة بإمكاننا أن نستقبلها وأن نكونها. لما علمت الناس وصاروا ميسرين، وهذا ممكن أن يساعد ناس الآخرين أن يكونوا هم، وهذا ممكن أن يغير عالم الشخص في رمشة من العين. وأسوأ شخص اللي كان بيسوي البارز هو أنا. أنا ما كنت أستشعر طاقة، أنا كنت مدرك ببعض الطاقات ما كنت أشعرهم. وفي يوم من الأيام صارت يدي وكأنه فيها كهرباء، أبدا ما توقفت. لا تتحرك دين، لا تتحرك. كيف رح نبقى هيك 6 ساعات؟ هذا رح يكون أكثر متعة. الوعي هو شيء مهم. أحسن الأمور اللي بحبها في Access Consciousness Bars هي كيف بطريقة سهلة وبسيطة وبتسمح أنه الأمور تتغير، وكيف إحنا بنشتغل
وكيف إلنا هذا الإحساس أنه الشيء هو أكبر. والشيء اللي بيظهر لك وكأنه الشيء اللي بيناسبك فراح هي المرح أن يكون على المباشر. وهذا الشيء اللي بيحدث في العالم أنا خلقت الشيء اللي بيظهر في حياتي بعيد عن الغضب وبعيد عن الخوف. أختار أن أغيرها، أغير العالم بهذا. أهلا بكم جميعا، إحنا هون في غريس وإحنا عندنا شي بدنا نقولكم إياه. Stai io smogucce. Weißt du schon alles möglich? But you can say which language are you? Croatian. Karolaki, in which language did you say? بأي لغة حكيتو؟ Τι άλλο είναι δυνατόν ελληνικά, Greek. Ελληνικά. ¿Qué más es posible? Harumeno Bars Day, Greek. I'm sure you want to say Ma od efshari. Yom Bar Sameach, kol optsiot ptuchot. Tia Elohim Elinaton. Yom Bar Sameach, shehakol yitgashem, hakol efshari. سنة حلوة يا بارز. سنة حلوة يا بارز. ما هو الشيء الجميل؟ كم Access Consciousness مفتوحة ومتاحة؟ وممكن أنكم شفتوا حيوانات كثير، فالحيوانات عندهم كذلك نقاط البارز، بس بإمكان بحبوا أنهم بيكونوا عبر طاقة البارز. حنا حابين نشارك معكم صور، وانتو كذلك استعملوا هاشتاج access bars او تاج اس بالاكسس بارز بالانستغرام official على الفيسبوك، واستمتعوا الجزء اللي بعده مع الكينونات الصغيرة هاي وطاقة البارز. من بين الأمور اللي غيرت حياتي بطريقة ديناميكية لما حصلت على البارز أول مرة هو أنه
كنت حاسة حالي أنه أنا في سلام أكبر لما إجوا أولادي. في شي تغير وكل واحد أدرك، وزوجي بيقول لي شو وقع معاكي، أنت هيك مرتاحة ومش معصبة فهذا كان 7 سنوات للوراء. في كثير فيديوهات وكليبس مفضلين لكأم أكسس بارز، هي عبارة عن أداة ومش عارفة كيف أعيش بدونها. ومن بين الأمور لما كنت في برازيل لكلاس، فأنا تعرفت على مساهلة رائعة وكذلك ممارسين رائعين اللي بلشوا يعطوا أكسس بارز لجلسات للأولاد اللي كانت أصعب كلاس، خاصة بعد السنوات الأخيرة وبعد الكوفيد كونهم مش حاضرين في الكلاس. فأنا كنت سعيدة ومحظوظة أنه رحت مع دين هير وبنشوف الناس اللي بيشتغلوا معاهم، وتعرفنا على الأساتذة وكذلك الأهالي. كل واحد بلش يحكي ويبقى يكرر أنه هاد الأولاد كان لديهم إحساس بالمرح لم يكن متحملهم من قبل، فهذا كان اعتراف للناس والشي اللي هو متاح لهم. أنا عارفة أنه راح تكون سعيدة أنه أعرف أنه الشي اللي أنا شفته متاح وممكن. كان عندنا 10,000 من يسيرين هذا الفضاء، وأنتوا الآن بتطلعوا في الفيديو وبتشوفوا التقنية وكذلك بتشوفوا الشيء اللي هو متاح لكم في العالم. فالكليب اللي راح نشوفه جاي من شريط عملناه اللي هو الأمور على الأولاد. إذا حابين تعرفوا أكثر روحوا على globalaccessbarsdays.com بتشوفوا، ممكن أنكم بتشوفوا أكثر من هذا. فرح تشوفوا ريكي ويليامز بيعلم هاد الأولاد أكسس بارز وبيحكي معاهم عن الأدوات والشي اللي ممكن إلهم مختلف تماماً. هدفي في هذه الأرض ومهمتي هي أن أخلق شيء لم يخلق من قبل، أن نسمح لحالنا أن نكون شيء مختلف فوق هذا الأرض وأن نكون نختار هذا. إلي لما سوي دورة الأساس فكانت الفكرة أنه أن أكون هذا النسخة وكذلك قول أوكي ما هذا. فأنا كنت فوتبول بلاير، ألعب كرة قدم وبلشت أحكي مع الأطفال، ولما هاد الأولاد بلشوا صار البرنامج أكبر، صار شيء حقيقي. اسمي فريدا ميل
وأنا أنا هي مسؤولة عن هذا المدرسة في أوستن تكساس، وأنا هون لأنه إحنا محظوظين حقا أنه عندنا هذا البرنامج اللي هو برنامج ريكي للأطفال، اللي هو عمل أمور عن جد بتغير العالم وأعطى لهم أكثر من 75 إلى 100 منح، وأنا حلو وسعيد جدا أنه بشوف التغيير وأنه كيف كذلك تغيروا، كيف أنه صار الموضوع يتعامل بطريقة رائعة، وأنه كيف هذا كيف كذلك تعلموا أنهم بيركزوا ويخلوا جسدهم بيرتاح. الأولاد اللي مع ريكي هم مش بالضرورة في أحسن تعاملاتهم، خلينا نقول هيك، اللي أنا بحكي عنه هو أنه ما إجوا لهذا البرنامج بيدوروا على هذا الموضوع، هذا الموضوع كانوا دائما بدهم أكثر، بدهم أي شيء حابين، كانت عندهم تعامل اللي هو أصعب تعامل في جانبهم الدراسي، لأنه كذلك المدارس، ولما بيروحوا لما يروحوا على ريكيز كيدز بعد المدرسة فهم بيسووا الهومورك، بيسووا تمارينهم، بيسووا كثير أمور، وهذا بيشتغل معاهم. يا إما هذا كان لديكم يوم أكثر ويكون لديكم شغل أكثر، وبإمكانهم أن يكون لديهم صوت لمشاعرهم، وهذا كان كذلك يتعامل مع الإمكانيات. فريكي هو لما بيحكي يحكي حقا من قلبه، وهذا من بين الأمور الرائعة، لما ما في أي، هو بس كائن رائع، هيك أنا بشوفه، وهذا اللي بيشعروا به الأولاد كذلك، يشعروا بالأمان لما يكونوا هناك، فهو بيحب الناس وبيحب الأمور. فأنا جربت هذا، أقول خلاص خليني أجرب وشوف كيف بإمكاننا نجعل هذا البرنامج أحسن كثير. فأنا كنت ثيرابيست لعدة سنوات، وفي أشكال مختلفة للثيرابيا ممكن يستعملوها، بإمكان الناس يستعملوها أنه أو بيروحوا لما بيروحوا يشوفوا ثيرابيست، فالبعض منهم يشتغلوا والبعض منهم ما بيشتغلوا، وهي مش عبارة عن ثيرابي، وهي شيء مختلف سريع ورائع وجميل. ففي الكثير اللي بيخص الثيرابي الحديثة، بس مش خطأ، بس أنه هذا الثقل و كذلك المعنى، وهذا ما بيشتغل معي. فهذه طريقة مختلفة للتعامل، أنه كيف نتعامل مع الناس ونسمح للناس أنهم بيكونوا أكثر، وكيف وأنه كيف كذلك بتخلوا الزبائن، هم الزبائن هم المختصون، وأنه ماذا لو يغير وجهة النظر اللي عندهم كذلك. لما كنت طفل صغير فلم يكن مسموح لي أنه أشارك كيف أنا شعرت مع أمي، لأنه بشوف شغلة وكأنه شيء، لأنه كل مرة أنا بحابل أشارك شغلة فأنا بتجيني ذكرى لما كنت صغيرة وما حابة أشارك، لما كنت صغير وما بدي أشارك بالمرة، وفي نفس الوقت أنا ما كنت عارف كيف أتخلى عن هذا،
فالبارز شو بيسووا؟ بيسمحوا انه كل هذا انه يطلع من عالمكم. ولما ما بتدركوا انه لما يكون لديكم مشاعر يعني في عمركم سنتين بامكانكم تتخلوا عنهم الان، فالشيء اللي بيسووه البارز فهم بيسمحوا لك انك تتخلى عن كل هاي الامور ويسمحوا لها انه ما بتحدث بالمره. انتم فاهمين انه هذا الطاقه، فلما بتسووا بارز فانتم تستشعروا الطاقه في ايديكم. اول شيء اسمه الانرجي بول اللي هي الطاقه، طاقه بتمر عن اجسادنا. ممكن انكم تستشعروا هيك طاقه ولما بتناموا او بتستشعروا انه في شيء بيتحرك في جسدكم. فالشيء اللي راح نسويه لما بيكون لديكم حدا معاكم، فانتم بتحطوا يدكم في هذا المنطقه، هذه العظمه هاي اسمها الاوكسيبوت اللي هي خلفية الرأس، أوكي، وهون يدكم بين بين عيونكم. فإنه اللي رح نسوي، فأنا رح نسحب طاقة، فرح نتخيل إنه الطاقة بتمر من رجولهم وبتمر على جسدهم كله، بتدخل من راسه وبعدين تدخل جوانا وتطلع من راسنا. فهذا تخيل. فلما بتسووا عدة مرات سيصير الموضوع أسهل بكثير، ولما بتخلصوا عادي جدا. ف بإمكانكم أنكم تسووا شيء تاني. هل في حدا؟ حابب يجرب؟ أوكي، مرة أخرى. هذا اسمه السحب الطاقي، فأنه بنسحب، تسحب من رجوله، تسمح، بعدين شو بتسوي؟ اوكي، طول جسده، بعدين من راسه الى يديك الى راسك، اوكي. فانه هذا اسمه تدفق، هو وكانه عباره عن عباره عن نهر او شيء. وبعدين تروحوا لرجول حدا وبتاخذوا هيك يدكم، تسووا العكس. فلما بتسويه اوكي من الايدي وبعدين اللي يدي، بعدين تطلع من راسي، نفس الشيء. مش لازم تلمس اي ارجل، بس عادي. والمره الاخرى والثالث هو انه مين احنا بنسحب؟ من راسه، بعدين من يديه، بعدين من يديه الى راسه، بعدين الى يدي انا وراسي. فانتم بتستشعروا من وين تيجي طاقه وكيف تيجي طاقه. بعدين بعد سحب الطاقي انتم بتروحوا للبارز اللي هي الحزام الرسوخ. والشي اللي بنشوفه هون، اذا بتشعرتوا بهذا فانتم تشعروا وراء أنفكم، وراء أذانكم، ما راح تشعروا هيك وكأنه في عقبة خفيفة هاي. فأنكم بتاخذوا يدين أم ثلاث أصابعكم من كل جنب وتسووا هذا. فشوي شوي راح تبلشوا تشعروا طاقة بتتحرك. هي وكأنه نقاط تضغطوا عليها، بس ما بتضغطوا، بتحطوا يدكم بخفة. البارز بتخليني أحس بالراحة وتساعدني على الأمور اللي بحبها، وفي نفس الوقت إذا مش حاسس بالأمان ممكن تسوي هذا، بحس هيك أنك ترتاح، وهذا يفتح طاقة اللي بالأصل ما بتحتاجها، ومش بالضرورة تعرفها شو هي طاقة وليش بتصلح.
I feel like you're being reborn. Now it's different because I'm relaxed. And before that, I was a lot stressed. First day I saw, you know, they were a little bit nervous and kind of shy. They didn't really know what to expect, but the kids. الأولاد في نفس الوقت هم يشعروا بالأمان بسرعة وكذلك يشعروا أنه طاقة أنا مش قادرة أعرفها لأنه الأولاد كذلك يأخذوا هاي الطاقة بيقولوا حابة أفرجيك هاي هل ممكن نسوي هذا ونسوي شيء ثاني أو نلعب فيه؟ أول مرة أظن أنه الناس كانت تتعود عن الشيء اللي كان يحدث معهم وكذلك الأولاد بلشوا هيك بدهم هاي هذا الفضاء للحب بدهم بس يكونوا حاضرين وأنا طلعت وشفت أنه كيف الأولاد صاروا أكثر في استقبال مع الأولاد اللي معاهم ما صار في فرق بين الأولاد والبنات ما كان عندي أي توقع صراحة لأنه أنا كان اللي بيهمني هو تمكين الآخرين اللي هو أنه خليهم يشوفوا الشيء اللي ممكن إلهم فوق الأرض وأنهم يثقوا في حالهم وأنه كنت عارفة أنه كانوا حابين أنه يكون لديهم هذا الإلهام بس ما كنت أتصور أنه الإلهام راح يكون لهالحد. لما بلشتوا تسووا بارز كم كان عمركم؟ 111 أنا بمزح 77 الآن عمري أنا قلت لك كان عمره 90 سنة أنا ظنيتك كان عمرك 90 سنة ما شو بتعني البارز هي وكأنه هاي البارز بتروح لكل الأفكار والقصص اللي براسك البارز بتروح في راسك وبتشيل كل الأمور اللي مش ساهمة أنا بحب البارز وأنا كمان أي من بين الأمور الرائعة في الحياة لأنه هذا بيخليني أسترخي ويخليني أكون سعيد وكذلك في نفس الوقت تمام أنكم تكونوا سعيدين إذا كان بقية العالم مش سعيدين بس ادعوا أنكم تبكوا كيف أنك اكتشفت أنه البارز كانوا تمام هم بس ظهروا في حياتي وأنا جربتهم اشتغلوا شايف لما بتطلب الشيء رائع بيظهر لك فأطلب فرح تستقبل هل كان الموضوع سهل أنك تستقبلهم فكان أصعب أنه الناس بيجربوهم الشيء الرائع عن البارز هو أنه ما يصير عندكم الخوف بيصير لديكم يسر أنكم تسووا الأمور اللي أنتوا حابينها أشعر أنه كأنه أنا بركو أنه أنا بطير فأنا دائما أنا كمان بشعر أني أطير دائما فلازم في نفس الوقت لازم أروح أخذ طيارة لما بعرف كيف أطلع بيدي شوف أنه لما كل ما تكون لدي هاي الأفكار المش حلوة
تنتمي لناس آخرين، لأنك أنت إذا كانت هاي الأفكار مش حلوة تسأل هل هي لك، فمن بين الأمور 99% هي ليست لك. أنا أشعر وكأنه أنا جيت من من رحلة أو من عطلة. البارز هي أحسن عطلة. شكرا لشخص واحد. وشغلة كذلك اللي حابكم تفهموا أنكم ممكن أنتوا كذلك الشخص الوحيد اللي راح يكون له الفكرة واللي راح يغير العالم، فلا لا لا تستسلموا. I never give up. أنا أبدا ما أستسلم. من بين الأمور الرائعة اللي بحب فيها هذا الفيديو الأخير كثير، لأنه ما راح لأولاد أنهم بيروحوا بيقولوا واحد شخص بس بفكرة واحدة والآن صار عبر العالم. ففكرة هي عن access consciousness، هي أنك تمكينك بأنك تعرف اللي بتعرفه، واللي بتعرفه هو ممكن يغير العالم. Access consciousness الآن هي أكثر من 172 بلد، وفي آلاف الأشخاص الآن، مئات الآلاف الأشخاص اللي أخذوا Access Bars. وهذا كذلك بدأ ريغاري دوغلاس اللي استعمل وعلم Access Bars Class. كل شيء له انطلاقة وبداية، سبايدر مان كل هاي الأمور، وكذلك العضة من سبايدر، وبعدين صار عندنا سوبر هيرو. فإحنا رح نعرف كذلك شوي عن Access Consciousness وكيف البارز Access Bars بلشت تزرع بذورها عبر العالم. فهي شيء رائع إنك بتشوف، حتى أنا بشوف أبوي، أو مش أنا، هو إذا ما أدركته حتى بتكون الأمور واضحة. لما حدا بيجي يقول لك أنك أنت مخطئ، وأنا متذكرة أنه أول بارز كلاس كانت أنا كنت في الجراج، فكان شخصين أربعة أشخاص. فلما بتظن أنك ما مش قادر تخلق شيء، لازم تطلعوا في هذا. شكرا أنك ما استسلمت. أيوة أنا كمان بدي أشكرك أنك ما استسلمت. This event brings me to tears. هذا المكان فخلاني أنه حابب أبكي، لأنه كل هاي السنوات كل الأمور اللي مريت عليها وكل التجارب اللي جربتها، وشعرت أنه لازم أروح للأمام إما أمن وما أمن. لما بتوصل للنقطة بتقول حالك أنه ويعترف بيك ويعترف بالهدية اللي أنت حقيقة، وبيوصل لك شوي رجوع لشوي اللي أنت عملته، هذا شيء رائع. فالحلم الأمريكي بيجي أنك تبلش تشتغل من الصفر إلى القمة، هو دائما أطلع في الجانب المادي. وكذلك أنه كانت إلي طفولة عن جد مثير الاهتمام، أنا عشت في منطقة فقيرة جدا من البلد، وأنا وأمي كنا بنعيش لأنه ما كان عندنا المال، وأنا كنت عايش في الجيتو الأمريكي، وأنا كنت الوجه الأبيض الوحيد اللي بتشوفه لي 8 مايلز حول هذا، مش أنه شكلنا ووجهنا أو اتجاهنا الجنسي اللي بيعمل الغرق، بس من إحنا مشي اللي بيسمح لنا أن نكون في طيبتنا وتكون لدينا
الخيار. وماذا لو كل شيء؟ أنا جربت كثير إساءة جسدية، إساءة جنسية، وحتى ولا عالق في هذا. كنت بقول مش لازم يكون موضوع هيك، وأنه أنا خلقت وجهات نظر وحواجز. كان عندي إحساس بالأمل، والأمل كذلك يظهر لما بنكون صغار وبيروح للأمام، ولما بتكبر هذا الشيء اللي بيخليك أنك لما كبرت وبيقولوا لي أنه كم حياتك رائعة. أنا اخترت أن أكون كيروبراكتر، فكانت إلي حبيبة وعايش في سانتا باربرا، ومليت من حياتي. وفلقيت في اللحظة هاي، ومرة خلاص استسلمت أنه لهذا المستقبل، ما صرت أأمن بهذا المستقبل. فأنا قررت أنه خلاص رح تكون النهاية. قلت خلاص 6 أشهر وإلا رح روح. فلما أتذكر لما كنت صغير وجدتي بتقول لي شو حابب تكون، وأنا أقول قلها سعيد، قل له شو حابب تكون، حابب تكون دكتور، تكون محامي، أو تكون منظف، بس أنا حابب أكون سعيد. فأنا كنت أشوف أوكي هذا أبدا ما رح يحدث. فأنا قلت أوكي ما بدي أكون هون. فأنا بقيت قلت أوكي رح أعطي لحالي 6 أشهر. فأنا طلعت في الجريدة، وكان في الجزء من الجريدة مكتوب كل ما في الحياة يتيم بيسر فرح وبهاء. وأنا ما كنت في المرح، وأنا كرهت الشخص اللي كتب التعليق في الجريدة. وتعلمت قبل هذا أنه إذا حبيت شيء أو كرهت شيء فهو في شيء هون إلك. ودين كان بيشوف أنه أوكي ما كان عنده شيء بيخسره، وهذا ما غير بس حياته، بس في نفس الوقت نقد حياته. فهو كذلك هذا الشيء الرائع اللي لما حدا بيحط يديه على راسك، وهذا بيشيل الضغوطات وكل هذا. وأنا رحت وأنا مضغوط وأنا حابب أتخلى عن حياتي. وبعدين بعد 15-20 دقيقة كنت ممتن وكنت في سلام وحابب، أنه حياتي كانت مختلفة تماما. فإذا بلشت أستقبل هذه الجلسات بأسابيع، وبعد ذلك إجاني المؤسس إلى الكيروبراكتور، وبسرعة صرنا أصدقاء. هذا من بين الأشخاص اللي بس تشوفهم بتبلش يبلشوا يصيروا أصدقائك. فإحنا كنا بنحكي وبس بلشت الأمور تتحرك، وصارت المغامرة. بعد عدة أشهر فبلشت أشتغل لأكسس كونشسنس، والنقطة اللي بدأت بيها هي كانت نيوزيلندا والولايات المتحدة وأستراليا، المكان الآن أو في الآن عندنا 3000 مساهمين عبر العالم. وكان هاي السنوات كان جزء من الحب، وكان هذا كذلك هو أنك تسمح للناس الآخرين أنهم يعرفوا، تمكينهم أنهم يعرفوا اللي بيعرفوا. فهي آلاف وآلاف الساعات للمعلومات، وأنا بحصل على آلاف الإيميلات للأدوات اللي أستعملها. وأجمل كذلك شيء أنا شفته هي كانت هاي الأدوات غيرت حياتي وغيرت حياة الناس الآخرين، وأنا اشتغلت مع آلاف الناس الآخرين وهم كذلك. والشركة زي Access Consciousness هي بتشوف أنه النجاح مش الشيء اللي بنوجده لما
بنبذل المجهود، بس اللي بنبذل المجهود في حالنا كذلك. أهلا بكم للأمام، أتمنى أنكم استمتعتوا بهاي القصة الرائعة. بدأت Access Consciousness، فإذا أنتم مهتمين فإلنا ساعات وساعات من الأمور اللي أنتم حابين تقروا الكتب. من بين الأمور الجميلة هي The Tour of Consciousness، اللي هي فيديوهات مجانية اللي بإمكانكم تستعملوها، وبتشوفوا على اليوتيوب وبتشوفوا على العلبة، وبإمكانكم تشوفوا كل هذا على globalbarsday.com، وممكن أنكم توجدوا كل المعلومات وكل الأمور بإمكانكم تستعملوها. ولو بتطلعوا كذلك في الصفحة اللي هي أنكم بتشوفوا كل الأمور متاحة لكم، وين بإمكانكم تغوصوا في الشيء اللي هو ممكن معاكم والأدوات. وكذلك شغلة أخرى هي أنكم تدركوا Access Bars Class، إما لم تأخذوا الكلاس وفي نفس الوقت في الكلاس بإمكانكم أنكم تعطوا تستقبلوا جلستين وتستقبلوا وأنتم ممارسين في نهاية اليوم، ففي مسهلين عبر بإمكانكم تسووا كذلك كلاسات أونلاين وتستقبلوا كذلك accessbars.com، وبإمكانكم كذلك أنكم بتشوفوا بلدكم، وبإمكانكم كذلك تتواصلوا وبتشوفوا الويب سايت وعبر العالم كيف هذا هذه البذرة الوعي كيف أنها تزرع. وإحنا بنسوي الناس اللي بيسهلوا هذا الكلاس اسمهم المسهلين Access Consciousness MBF. إحنا بنحب الكلمات المقصرة في Access Consciousness، فلما الناس بتسمعوا الناس بيحكوا هو هذا بيخلق يسر أكثر. فالجزء الآخر هو بيحكي عن التسهيل، عن تأسيس لأكسس بارز وأدوات لأكسس كونشسنس كذلك. وفي Access Bars Class فأنتوا بتشوفوا ناس بيرجعوا للحياة، وحتى أنهم مش عارفين أنهم قادرين بيرجعوا لحياتهم، بيسترقوا ويبدأوا Access بهذا الفضاء اللي بإمكانهم يكونوا مع ناس آخرين اللي مش عارفين أنه كان متاح لهم، اللي هو حقا يسر. من بين الأمور اللي بحب في تسهيل Bar Class هو الناس راح يجوا مع اللي بيظنوا أنهم بيشوفوا الأمور الجميلة والأمور القبيحة والأمور، هذا عادي وعادي أنه أكون بعلمهم، كون في كل سماحة وألمهم تقنية أنكم تشوفوا كذلك البارز خلال اليوم والشي اللي ممكن يغير ذلك. وفي نفس الوقت من بين الأمور اللي متاحة هي بتختفي في نهاية اليوم أنه بكون ميسر البارز، فأنا بقلت أنا خلص ما رح أختار هذا، وهذا كان متعة رائعة أن أكون هذا الفضاء، فضاء أنه أخلق مع الجميع وأنه كيف الموضوع يحدث، وأنا بقول أوكي عالمهم كله تغير وهذا رائع، وهذا حقا رائع. وأنا استمتعت، بحب أنه بشوف كيف الناس بيطلعوا كيف الأمور شغالة وكيف أنه كل شيء بيظهر مختلف، اللي هو بس فتح إمكانيات أنهم بإمكانهم يستعملوا هذا الفضاء خلال يومهم. ممكن هذا بيكون مساهمة إلهم، ممكن أنهم يستمتعوا كذلك أنهم يكونوا حول هذا، وأنهم كذلك بيشاركوا هاي الهدية مع الآخرين، وهذا شيء رائع. خلال البارز كلاس
فأنتوا بتشوفوا أنكم كنتوا عارفين شيء وما كنتوا عارفين أنكم كنتوا عارفين، وأنكم تعرفوا أنه لديكم القدرة على أنكم تغيروا هذا، وأنه لديكم إمكانيات، وأنه كل شيء متاح لكم، وأنه كل كلاس مختلفة. أنا سهرت كثير منهم وحضرت كثير منهم، وكل كلاس فريدة من نوعها. وأنا كنت أول ميسر بارز، وأنه ما في حدا ما كان أسوأ مني أنا. أنا ما كنت عارفة اللي رح يحدث. كنت أطلع وبقول صار، وبعدين صارت يدي بتشعر بالحرارة، بقول ما هذا. أنا بعدين أدركت أنه أوكي في شيء يحدث هون، نقول بس هذا خرابيط بس. شكلهم أخذني هذا الرجل بالمعطف الأسود وأنا مجنون. وأنا ممتن جدا للناس اللي حقا حضروا أول جلسات، لأنه علموني كيف أغير الأمور وأنه في شيء بيحدث. وبلشت أنا أشعر بشيء. أنا مش عارفة أنه كثير ناس ممكن يفهموا هذا، وماذا ما معناه أنك تكون أنت الأول في حياتك أنك سويت شيء لأنك أنت مش مدرك أنه شو هذا أصلا. أنه لما بتقول لحالك أوكي شو بيحدث هون، ولما بتكون في السؤال بتقول أوكي ماذا بيحدث وأنا بشعر ولا شيء وما في شيء بيحدث، اللي هو كان صح. كان كثير أمور تحدث، وهو كذلك أنك تدرك أنه موضوع ما كان أنك تشعر ببعض الأمور، أنه في ناس رائعين بيخلقوا يسووا بارز، بيسووا البارز دي $65، وابدا ما رجعت لاي شيء ثاني، لانه كانت بتسوي البارز وبتسوي فلوس كثير ان بيعمل البارز، وهذا بالضبط هذا عادي. ما ظنيت انه الناس بيجوا بياخذوا اللي محتاجين منه وبيطلعوا. فهو مش طائفه، لانه كطائفه لازم يكون لديك كل الاجابات وبتقول للناس كيف يسوي هذا. أنا ما راح أقول لكم، لأنه أنا أصلاً مش عارف كيف أعيش حياتي، فما يهمني. أنا ممتن للهدية الأكسس والهدية اللي ممكن أن أكون لها، وأنا عارف أنه دين كذلك، وهو هدية إلي كذلك، هو كذلك هدية لأشخاص آخرين ولناس كثير. أهلا بكم جميعا، أنا اسمي أشلي روز، وأنا ميسرة لأكسس كونشسنس، وأنا
عايشة في Sunshine Coast في كويزلاند في أستراليا. فأنا عرفت Access Bars في 2018 وكان تقريباً 10. فأنا مضيت 10 سنوات سوي التنمية البشرية وما كان في شيء شغال. وأنا قررت أنه أنا عندي مشاكل وأنه أمور ما راح تتغير. وفي 2018 كيني زيولوجيست كانت معي بتقول لي هل أنت سمعتي عن شغلة اسمها Access Bars؟ وأنا بقولها لا شو هذا؟ فهي بتقول لي هاي الشغلة اللي بتنظف أمور برأسك. فأنا بقول آه ما في شيء اشتغل معي قبل. وكان جزء مني كان حاب ينكر هاي الشغلة لأنه أنا قررت ما في شيء رح يشتغل. بعدين قلت أوكي هذا خفيف خليني أجرب. وبعدين رحت وتعلمت التقنية في يوم ولما حصلت على أول جل أول كلاس لأنه في الجلس في الكلاس رح تاخذوا وتستقبلوا كذلك أدركت أنه راسي كان فاضي وكان عندي فضاء مش طبيعي براسي وأنا بقيت أقول هولي مولي ما هذا. فمن هاي اللحظة أنا بقيت بلشت بـ Access Bars و Access Consciousness وكان طلبي أنه أي حدا عبر العالم ينصت عن Access Bars ويستقبل هذا. وفي الأيام الأخيرة أنا سهلت كثير Access Class وأدركت أنه هذا كان يزيد كثير. وفي أغسطس 2021 فقلت لحالي أوكي بإمكاني أن أكون هذا في العالم لو كانوا الناس يعرفوا أكثر عن هذا فماذا بإمكان أن يختاروا. فاللي سويناه خلال أسبوعين فأنا قلت ليش ما بنكري فان أو حافلة وبنروح بنبدأ نحكي مع الناس في المحلات وبنشوف ونقول أوكي اللي قررنا أنه نسويه. فإحنا شغلنا كل شيء وأن كنا بنسوق ونغني وحاطين موسيقى وطلعت في سارة بقول شو بنسوي إحنا؟ إحنا أبدا ما سوينا هذا من قبل. وأنا بقولها أوكي تمام كم من متعب يمكن أن نستقبل حتى ولو نغير بس حياة شخص واحد حتى ولو بس هذا ممكن أنه يسوي Access Bars. فإحنا ناجحين. فإحنا انطلقنا في 10 أيام وعشنا 2.5 كيلومتر وعشنا في إحنا بنسوق كان في كتير أرض ما كان في شيء كتير بنشوف. وإحنا كنا بنس نتوقف في هاي المدن الصغيرة وبنحكي مع الناس وبنحكي على المحلات بنقولهم هل أنتوا حابين تجربوا؟ فهو شهر الوعي وشهر ضد الانتحار. إذا حابين وإذا خفيف عليكم تعالوا استقبلوا جلسة. وهذا اللي سوينا خلال 10 أيام وإحنا نهدي للناس. فلما أنا بدأت أسوي أكسس من بين الأمور اللي أدركتها هي أنه بقيت طول حياتي وأنا بمر من تقنية لتقنية وعرفت أنه كان في إجابة في أي مكان. فهو أنا كنت مخطئ وكان لازم يكون سؤال في كل مكان. لما تروحوا للسؤال
ناس عارفين، ما هو الشيء اللي بتعرف عن هذا؟ فهو بيقول لك بلا 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 بلا. كيف تعرف هذا؟ أنا مش عارف أنه عارف، بس كانت عندي تجربة أن أكون هي. فكانت لي هاي تجربة لما كنت في الجامعة، فكان عندي صديق كل سنة كانت تروح للجريس وبتروح وبترجع وبتقول لنا أنه هذا، بقولها هذا المكان فلاني فلاني فلاني، بقولها كيف أنا، وأنا بقولها لا مش صح، كيف أنا عارف؟ لا أنا آسف، هذا كان المكان هذا. أنا كنت عارف أنه هي كانت مخطئة، وأنه أدركت أنه هي ما كان معها حق، أنه لازم نختار. وهذا اللي بنحكي، أنه لازم أنك نسأل الأشخاص أنهم يعرفوا اللي بيعرفوا. من بين الأمور الجميلة أنه تطرح الأسئلة، فأنتوا تسمح السؤال يسمح لكم أنكم تعرفوا الشيء اللي أنتم مش تعرفوه بعد، وأنه هاي الباب ما بتفتح، باب الاحتمالات ما تفتح إلا إذا بلشت تطرح سؤال حتى بتفتح هاي الباب. فلما تسوي أنت بتطرح سؤال أي شيء أنت طالبه، اللي بيحدث هو أنه هذا يبدأ يفتح لكم إدراك للأمور اللي تخلق من قبل، وكيف بإمكانكم أنكم تفتحوا هذا، وهذا من بين الهدايا اللي بإمكانكم تستقبلوها وتكونوها. في بعض الأحيان ماذا هناك ممكن اللي أبدا لم أتصوره ممكن. أهلا بكم مرة أخرى لGlobal Bars Day. شكرا لأنكم معنا اليوم. أنا حقا بحب كثير هذه الفيديوهات كثيرا، لأنه من بين الأمور لAccess Consciousness وهو أنك تكون في السؤال. ولما جاري دوغلاس ودكتور دين هير بيحكوا عن السؤال، بيقول لك السؤال بمكن، وعدم السؤال بيشيل قدراتك. وأنه لما بتشوف الناس هادو كل مشاركين ممارسين وميسرين، شكرا لكم أنكم تكونوا من الناس الفضوليين اللي بيطرحوا أسئلة في هاي السنة. Global Bars Day هو جزء من ويكند كامل، إحنا اللي بنسميه أكبر ويكند التغيير، اللي بنقول فيه أنه كل شيء ممكن، وأنه كل شيء ممكن، وأنه كيف بإمكانك أنك تفتح هذا. فGlobal Bars Class هو في هاي السنة دكتور دين رح يسهل هذا عبر العالم مع شريك أم بدون شريك، وأحنا بنعزمكم كلكم. دكتور دين هير كذلك بيسوي مقدمة لأي حدا سعيد وأنه يمكنه أنه يحضر، وهو كل شيء ممكن، وهو كان في فضاء اللي أبدا ما كان ممكن. والآن بعد ما اكتشف هاي الأدوات بلش كل شيء يفتح. فإحنا نعزمكم لهذا والشي اللي بتعرفوه، فهذا والشي اللي بيخص هذا الأسبوع خلال Global Bars Day. فإحنا حكينا على Access Consciousness، ففي شيء هو عن اللي بيعني اللي مهم عن Access Consciousness. هلا يا ناس الحلوين، معكم دكتور دين هير. في شيء اسمه أوكي كل شيء ممكن، كيف بإمكاني أوصل هون. وهي يومين أم 3 أيام الكلاس حسب المتعة اللي رح نحصل عليها، وهي أنه بنكتشف الإمكانيات.
22 سنة للوراء أنا كنت في فضاء اللي كنت من كثرة أنه أنا كنت في إحباط وكنت حابب أطلع من هذا هذا الحياة بعد Access Consciousness وبعد جلسة واحدة فأدركت أنه حياتي كلها تغيرت. وخلال هاي الجلسة شانون أوهارا هي اللي عملت لي الكلاس وهي أعطتني أداة كل أسبوع وإحنا بتقول لي أوكي بعد أسبوع رح أعمل لك بارز وأعطيك لك. فالأداة اللي بلشت أستعملها بلشت تغير حياتي جدريا وواقعي جدريا وأنا وصلت لحد أنه لما كل شيء حقا هو ممكن. وإذا أنتم مش عارفين إذا ما بتعرفوني أنا سعيد وأنا عن جد عندي لي الفرصة أنه أسافر عبر العالم وأنا هون في يوستون كذلك وأنه أنا حابب أعزمكم أنكم تيجوا أونلاين وتيجوا كذلك حضوريا وأتمنى أنه هذا بيكون مساهم إلكم وأنه في شيء ممكن إلكم وأنه في شيء اللي هم إمكانيات متاحة وهذا اللي ممكن أنه بيروح في هذا الاتجاه. أنا آسف اللي بترجف أنا ما عندي قوة كافية حتى أحمل تليفوني. فمن بين الأمور اللي طلعت عن هذا إذا عرفتوا أنه في شيء ممكن من بين الأمور اللي بالناس تعرفها هي أنه كل شيء ممكن إلكم حتى بتحصلوا على إحساس في جانب واحد من إمكانيات وهذا بيبلش يحرك أمور وهذا ممكن يغير أمور ويفتح لما يفتح فضاء واحد ومجال واحد من حياتكم فهو يعزمكم إذا فتح فضاءات وأمور جديدة في جوانب أخرى من حياتكم وأنه هذا في هذا الجانب أنا أشعر أني عالقة أو مش عالقة بس ماذا لو هو أنكم مش عالقين وأنكم بتدوروا على أنكم تروحوا في طريق الإمكانيات في أسرع وقت. أنا معزمكم يوستون أو أونلاين أو عندنا التيك تيم حاضرين معانا أو ناس عبر الزوم وإحنا رح يحدث هذا في أكتوبر وأنا سعيد أنه أحضر معاكم. وإذا كنتوا أنتوا وكنتوا من فضاء الإمكانيات وحقا اللي أنتوا حقا عليه واللي أنتوا بتحتاجوا شكرا لكم شكرا لكونكم أنتوا وسعيد أنكم هون. شكرا سلامة. مستقبل Access Consciousness في إحنا الآن في 172 بلد. هل إحنا عملنا إشهار؟ هل الناس وجدوه؟ لا. هل إحنا عارفين كيف؟ ما عندنا فكرة بس هم جاءوا وهي من جايين من كل مكان وهم وجدونا. فهذا المعجزة أنه الناس يحتاجوا أنهم يعرفوا أنهم هم يحتاجوا أن يتمكنوا أنهم يعرفوا أنهم بهم ماذا هم مدركين وكذلك أنهم يدركوا أنه هذا الشيء اللي بيحدث في أكسس هو مكان بإمكانهم يجدوا هذا أنهم يعرفوا أنهم يعرفوا الشيء اللي بيعرفوا. وفي نفس الوقت كثير ناس يصحوا للوعي وبيستشعروا أنه هذا الواقع مش لازم يكون لهم شيء تاني وأنه الناس الآن بلشوا يفهموا أنه status quo ما صار شغال. لا أنا عارف شو رح نسوي الآن. عندي سرير أن ممكن أروح له. فهذا يخص الاكتشاف وما هو ممكن ما وراء هذا الواقع وما هو الشيء اللي بيشتغل معانا
والشي اللي ممكن. وإحنا عندنا هذا التعريف لأكسس كونشسنس، وإنه هو فضاء وين كل شيء ممكن أن يكون وبدون ما يحكم عليه. فالناس بيشوفوا كثير مقاومة وكثير فرق، كثير غضب وكذلك غضب، فهم حابين شيء مختلف. اللي هو حقا يظهر في عالمي. وآخر كلاس سهلتها كان عندها 52 بلد في هاي الكلاس، انه مهما كانت المكالمة والمحادثة والموضوع كان هذا يستقبل من الجميع، وما كان في اي فرق اما كان شكل او لون او ديانة أم جنسية أم انحراف جنسي أو خيار جنسي. ما هو فضاء الإمكانيات اللي كان متاح، وهذا الشيء اللي بنطلبه لما الناس يسمحوا لحالهم أنهم يعيشوا من الإمكانيات على عكس أنهم يعيشوا من الحواجز، والعكس أنه بيقول أنه على عكس أنك تقول لحالك أنا مش قادر، تقول لحالك أوكي كيف بإمكاني أن أتمكن وماذا ممكن. والوقت لازم يتغير وإحنا عارفين، فخلونا نروح للأمام وبنشوف هذا الوعي اللي يحتوي كل شيء ولا يحكم على أي شيء. وهذا اللي بتشوفه وين أكسس رايحة، وهذا الشيء اللي بنشوفه هو أنه هو موجة من مش ممكن إلى ممكن، وأنه يسمح أنك تواصل مع الإمكانيات وتشوف الإمكانيات على عكس أنك تشوفك عالق في هذا. وأنا حابب أقول لك شكرا، لأنه أي شيء ما سويته لحد الآن، لأنه الشخص اللي خلق هو شيء مهم، ولأنه أنا لما أجيت وجدت هذا معك، معي أنا ومع مئات وآلاف الأشخاص، بس لما أنا أجيت أنت طلعت فيا وقلت لي ما هو الشيء المميز بإمكانك أنت تسوي، اللي في الأساس أنا ما ظنيت أنه كان ممكن وكان عنده قيمة، وأنت طلعت في هذا وسمحت لي أنه أفتح هذا الفضاء، وأنا ما كنت قادر أكون من أنا، وأنا سعيد أنك أنت من أنت وأنت وين أنت، وشكرا أنك في حياتي، وأنا ممتن لك صدقا. أهلا بكم في الواكس سبارز داي العاشر. فإحنا عندنا انترفيو على المباشر مع جاري دوغلاس ودكتور دين هير، فهم راح يروحوا المباشر لايف من يوستن يوم 23 أكتوبر. فبإمكانكم تروحوا على globalaccessbarsday.com حتى تشوفوا في المستقبل، حتى تشوفوا التسجيل، وحتى وإحنا متحمسين أنه إنكم معانا وماذا هناك ممكن الآن. مع السلامة.